أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما أسأل عن هذا الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وما معناه؟ حديث صحيح، ومعناه أنه يبارك له في عمره، وقيل معناه أنه يمد في عمره ويزاد في عمره، هذا من أسباب طول العمر. نعم.